أي المناسبة للكبد والمرارة، وأيضا أغذية ممنوعة ومسموحة لمستأصلي المرارة. يسعد صباحك دكتورة. يا أهلا وسهلا. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. بالبداية كلاتنا بنعرف أنه الكبد هو واحد من يمكن الأعضاء الموجودة بالجسم اللي جدا مهمة وجدا أساسية. خلينا نحكي شوي أكثر عن وظيفة الكبد. بالفعل جوتين أنا وقت بتطلع وبقرأ عن الكبد يعني بقول لا إله إلا الله، عن جد رائع جدا هذا العضو، يعني بوظائفه بأي شيء فيه نوعا، يعني نوعا وكما وقال، لأنه يعد من أهم يعني من أهم أعضاء جسم الإنسان، حتى بيبلغ ترتيبه رقم 4 بعد الدماغ والقلب والمعدة، وبعد الدماغ والقلب عندي رقم 3، المعدة رقم 4 عفوا. فالفكرة اللي أنا اللي بدي إياها أجي أحكي عنها اليوم قديش مهم إنه نحن نعمل هالكبد، هذا أهمية بغذائنا وأهمية بحياتنا اليومية، لأنه أي أعراض معينة، أي أعراض مرضية أول شيء بتأثر فيها هو الكبد. بتلاقي الأكزيما هي مشكلتها كبد، البهاق، الأمراض النادرة اللي صعبة عندك يا بتكون اساسا منشأة كبدي، الامراض الكوليسترول والضغط عندك اياها كمان بيكون عندك اياها مشكلتها من شحوم الكبد، امراض المراره والامور هي كلياتها كلها من الكبد. فهو عباره ان انا بشبهه مثل الفريزر تبع البراد، بتطلع منه ممونه للجسم، لاصطناع الانزيمات، لاصطناع الدم، لاصطناع الكريات الحمراء، حتى تركيبه الدم وقت تضعف بدنا نقوي الكبد فيها. فكل الاساس مركز هلا العلاج تبع الجسم ككل ينبع من صحه الكبد. فاليوم حنحكي عن حميات المناسبه للكبد وحنحكي عن اموره كلياتها. تماما. طيب دكتوره قبل ما نحكي عن الحميات المناسبة للكبد أو المرارة، خلينا نذكر المشاهدين شو وظيفة الكبد والمرارة الأساسية. بالضبط، أهم وظيفة للكبد هو عندي إياها اصطناع عندك يا مواد الكوليسترول بجسم عندنا، يا النقطة الثانية تنظيف الجسم من السموم، الفكرة الثانية بيصطنع عندك يا أوامر المواد الأساسية اختزان براد الجسم، نحن بنقول يحتوي على المركبات الأساسية لاصطناع الأنزيمات، الفيتامينز، الهرمونات، وقتها تيجي يصنعها بالجسم بياخذ أوامره من الكبد، بياخذ المواد الأساسية، المخزن تبعنا هو الكبد. لا سمح الله صار اي شيء على الكبد، من كثر ما هو عضو نبيل وراقي هو بيعمل عندك اياه مثل 24 ساعه على 24 ساعه بالصباح، عندك اياه بيعمل عندك اياه الاصطناع للهرمونات وهالامور هي، في المساء بخليك تنامي ويقعد بينظف هالخلايا وهالامور هي. صار شيء عليه لا سمح الله، اي سم قاتل يخزن في الكبد، اي دواء بعد ما يخلص عندك اياه مفعوله تاثيره يصب في الكبد حتى يتخلص الجسم منه. فلذلك بيساوي عندك اياه حتى اذا بلغ الجهد معه والسموم عنده تتراكم جدا بشمع حاله بطبقة شمعية، بفضل أنه تنقتل خلايا ولا تنقتل خلية من خلايا الجسم، لذلك نحن نسميه العضو النبيل في الجسم. فوظائفه لا تعد ولا تحصى، يعني إذا بقول لك أكثر من 36 وظيفة أنا ما بكون قليلة حتى، يعني كل شوي شوي العلم عم يتقدم وعم يتفرجوا، وحتى في وجدوا علماء أنه تبلغ درجة حرارة الكبد في بعض خلايا أكثر من 1000 درجة، وهي نحن استغربتها وقت قريت أنه فرن رهيب جدا. لذلك نقول هلا من أحد الأهم الأمور الصحية للكبد انه ما نشرب الماء على الواقف، لانه الماء على الواقف حرارته كثير، المي بارده بتكون تؤذي الكبد، لانه هذا المنطقه منطقه حراريه عاليه مثل الفرن، يعني بيصطنع فيه احيانا، بيرمد المعادن فيه، بيتخلص من هالامور، فلذلك ننتبه لهالعضو الهام جدا. طيب نحن بعد ما حكينا عن اهميه الكبد ووظائفه، خلينا نحكي عن طرق الحفاظ على الكبد وكيف فينا ننظف الكبد. هلا من اهم شيء جاي احكي عنه انه مفروض للانسان عنا يعمل تنظيف لكبده لو مرتين بالشهر، خاصة الناس اللي عندها مشاكل وراثية بعوامل الكوليسترول والشحوم الثلاثية. هلا الفكرة الأساسية نحن بنقول وين تنظيف الكبد بيجي بدخول مواد نباتية تحتوي على بعض المعادن الانتقالية، هي بتعمل معقدات مع السموم، بتعملها وبتعملها عندي إخراج عن طريق العصارة الصفراوية. بنعرف نحن مكب نفايات الجسم ككل بتجي بالحويصل الصفراوي، وهي اللي هلا بدنا نحكي عليها فيما بعد مشان المرارة. هلا المرارة لها وظائف كثير كثير رائعة جدا، من أهمها إنه بتخلص الجسم من سمومه، وهي أهم شيء السموم هي سموم الكبد. فلذلك نحن بدنا نقول ندير بالنا بهالنقطة هاي كلياتها يوميا، إذا نحن عنا أو مو يوميا، بكل أسبوع مرق عندي نهار نحن أخذنا منه كباية مي، ضربنا 7 واد بقدونس فيها مع ليموني، عصير ليموني أخذناهن، فنجان صباحا فنجان مساء، هي رائعة جدا لتنظيف الكبد لأي ناس. إلا ناس عندي بدها تحاول إنها ترفع مناعة كبدها. هلا إذا كان ناس عندها أكزيما، عندها حبوب شباب، عندها الأمور هي كلياتها، حتى الناس اللي عندها فائض هرموني، تكيس مبايض، حكينا انه الطرد الفائض الهرموني حيكون عن طريق الكبد. وين
المجرى الحويصلي الصفراوي، كل ما نشطي الليمون والحوامض هدول الامور بكب المجرى الصفراوي بجسم اكثر. فالفكره الاساسيه ان احنا بنقول البقدونس في ماده اسمها السيلينيوم، هذا السيلينيوم اي معدن انتقالي اخذته انا من سواء عن طريق التنفس او بالعمل او مثلا الناس بتشتغل بالتصوير بالطوابع هالامور الرصاص كلها هي اخذه دواء مثل كورتيزون، اخذه دواء مثل اي شيء ادويه التهاب ثقيله، هذا كلها بتيجي بتكب عنا اياه بالكلى والكبد. فكثير مهم انه انا البقدونس والليمون تنظيفه هذا بهالمعدن هان. البقدونس يحوي معدن اسمه السيلينيوم، مع الحوامض بيقدر يعمل عندك يا مركبات انتقاليه بتنظف الكبد جدا من سمومه. وهي هي اهم وصفه، حنعيدها على السريع: كبايه مي، 7 عواد بقدونس، عصير ليموني، هلا بينضربوا كلهم بالخلاط، بيتاخذ فنجان قهوه الصبح منه وفنجان مساء. هذا لو كان اجى مرتين بالاسبوع او مره بالاسبوع للناس اللي ما عندها اي مشاكل، للناس اللي عندها مشاكل تتاخذ يوميا. حتى بنلاقي ان هي الوصفه انها بتاخر بلوغها للفتاه الصغيره، لانه هلا صار في عندنا ظاهره جدا هو البلوغ المبكر عند الفتيات. طب دكتوره هون بس سؤال، بما انه يعني يمكن البقدونس والليمون هي كمان من الشغلات اللي نحن بنحضر فيها التبوله، ممكن اذا نحن اكلنا تبوله يصير نفس يعني نفس العلاج او لا نحن لازم نخلطها؟ هلا بتكون نسبه السيلينيوم كمعادن انتقاليه وهالامور شوي نسبتها اقل، لكن وقت بتضربيها بالخلاط بتطالعي العصاره الخضراء الكلوروفيل تبع الخضار تبع البقدونس بشكل اعلى، فبتلاقي فائدته اكثر. لذلك انا بقول مشروب البقدونس والليمون رهيب جدا لتنظيف الكبد. الناس اللي عم تحاول تنقي بشرتها، نحن بنحط ندفع الافات الفلوس على شو، على تنقيه كريمات وشغلات خارجيه لا تعادل من شيء من العلاج والشفاء 10%. الجلد تنقيته يبدا من الكبد. اذا بدي نقي كبدي بدي هذا بلاقي بشرتي رائعه جدا، الشعر عم يتساقط، في مثلا ثعلبه، في هالامور مناعات عندك اياها امراض مناعيه، تبدأ العلاج من الكبد. وخاصة إذا نظفت الكبد عندك يا فترة بتلاقي حتى هرمه للإنسان، بتلاقي وجهه حيويته، بتلاقي عمره أصغر من عمره الحيوي عندك يا أو العمر الطبيعي بعشر سنوات. فلذلك الكبد من أهم أعضاء جسم الإنسان بالتنظيف، لازم نراعي تنظيفها تنقيتها نحافظ على مناعتها. ولا سمح الله أي شيء خلل صار للكبد بيضرب تركيبة الدم أول شيء. لذلك نحن بنقول هو الوظيفة الأساسية، لأنه مخزن للسكر الجلوكوجين، هذا السكر سكر العضلات. أي إنسان صار في عنده وهن وهالأمور هي عنده مشاكل كان بالكبد، فنحن بدنا نقول ندير بالنا على هالعضو هذا المهم، هذا براد الجسم. كل ما كانت عندك عم تنظفه حيويته أكثر، كل ما كان فعاليته أكثر معه. طيب دكتورة، أنا كشخص طبيعي مثلا كيف فيني أعرف إذا الكبد والمرارة عندي عم يشتغلوا بشكل سليم أو في عندهم مشاكل؟ هلا انا اي كشخص طبيعي، هلا كمراره نحن بنعرف انه لا سمح الله في شي كريزات ممكن تهجم على الانسان اسمها كريزات المراره، هي مؤلمه جدا جدا جدا، حتى بيقولوا لك اكثر من الام الطلق احيانا. هلا الفكره هي بتظهر عندك بالام مغصيه وهالامور هي. الكبد السليم تلاقي عنده، اذا اي انسان كبده سليم بشرته نقيه، اي انسان كبده سليم شعره حلو حيوي وصحيح، اي انسان كبده سليم ما عنده مشاكل مفاصل. بتبلش هلا بتقول ما في انسان ما بيكون عنده نقطة الضعف. أول ما بدك تلاقي ظهرت نقاط الضعف والوهن العام بجسم وهيك، روح دور على الكبد. هلأ إذا بتلاقي في أي إنسان صار عنده عضل وعنده هيك، لكن عنده عزم عضلي ضعيف وهن عام، تلاقي ماله أدران يرفع هالشي يحطه بالطرف الثاني، يصاب بساعات نعاس مفاجئة، ببلش هذا الكبد عندك يا تعرف إنه في إنا. هلأ في بعلم الفراسة نحن بيقولوا لك بعلم الطب التشريحي، إذا ظهر على الإنسان تنفيخات سوداء تحت منطقة العين بدك تنتبه على شغلتين. قد يجوز هذا التنفيق عائد لمنطقتين، اما الكلى او الكبد. كمان هي وقت نطلع على مريضنا بنلاقي كثير في سواد تحت العين تبعه. هلا مو لانه فقر دم وما فقر دم وارهاق وتعب وهالامور، بندور بنروح على عضوين مهمين، هدول مش مجهد كليته او كبده، فهي بدنا ننتبه عليها. مو يعني هلا كل واحد منفخ عينه فبيجي بيقول بخاف، لكن يعني مثل ما بيقولوا من احد المؤشرات. لانك سالتني سؤال كثير حلو، لانه انت منين بعرف انا انه لا سمح الله كبدي ماله سليم؟ طب دكتورة، إذا نحكي كمان شوي عن علاقة الكبد بالمرارة، شو هي العلاقة بيناتهم وكيف فينا نحافظ على سلامتهم؟ بالضبط، حلو كتير السؤال. هلأ المرارة هو حويصل مثل جيب بسيط. هلأ شوفي جودي، هلأ مثلا أنا عندي أي إنسان في عنده بيساعد بالبيته، في ساعد منظم كهرباء، الأجهزة الكهربائية كلها سليمة. هلأ نحن من أحد وظائف الهمة للكبد أنه بيفرز عندك العصارة الصفراوي اللي بدها تكب السموم مع الأملاح الصفراء، حتى شو تهضم مادة دسمة داخل جسم الإنسان بمنطقة الاثنى عشر. الحويصل الصفراوي هو المنظم لا
دخول هاي المادة على المواد بدها تنهضم. إذا كان عندي الحويصل الصفراوي أو المرارة تشالت فبيصير بكب هالمادة على الاثني عشر، فبيصير عدم تنظيم لهضم الجسم داخل جسم الإنسان. لذلك المرارة من أهم كمان حويصل صغير لكن تملك وظائف جدا عالية. لكن مشكلة هذا الحويصل الصفراوي إنه بتتراكم هالأملاح أحيانا وبتركود، توصل للمرحلة الطينية أحيانا بعدين تتحول لكلسية وتبلش بقى تتشكل حويصلات كلسية صفراوية. هي إذا تحركت وسدت المجرى الصفراوي هي مشكلة خطيرة جدا جدا على الجهاز الهضمي وعلى جسم الإنسان بشكل عام. لذلك بيلجأ لها للجراحة. لكن إذا شخص الطبيب إنه لسه نحن ما لنا بحاجة للجراحة ما نتهاون بشيء حتى لو كان في لها كريزة. هلا إذا كانت بالمراحل اللي هي قبل الكلسية وقبل هالأمور، مادة الزيت الزيتون مع عصرة ليمون يوميا كثير مهمة لناس عم تتحرك عندهم المرارة ولسه الحويصلات لسه مش بتطور الكلسي، يعني بتطور شوي الطيني أو الرملي وهالأمور هي، يعني لسه فيني حلها. مادة زيت الزيتون والليمون تحل حويصلات المرارة وكتير رائعة لحتى تخليني ما فوت بمجرى أو اختيار الجراحة. لكن طبعا نحن أولا وأخيرا استشارة الطبيب هي الأولا، يعني هي الحاسمة، لأنه هي للحويصل المراري أو عفوا الحصية المرارية إلها مراحل. إذا مرحلة كلسية لا بفيدة زيت ولا بفيدة ليمون، ولا سمح الله إذا فاتت وتحركت وتسدت المجرى الصفراوي صارت مشكلة عبء، مو نجي نأجل جراحة ودكتورنا عامل عندك يا قرار جراحة. لذلك ننتبه لقرار الطبيب. الشيء الثاني اللي بدنا نقول عليه حتى ما يتشكل حويصلات مرارية، لازم قبل النوم يوميا في معلقة زيت زيتون خاصة للناس اللي عندها عامل وراثي، شافت من عمومة أهل أجدادها أنه في عمليات مرارة متكررة. دكتور، حتى هدول الأشخاص اللي عندهم ارتفاع بالكوليسترول أو حتى شحوم الثلاثية، يعني ما بتأثر عليهم معلقة الزيت زيت الزيتون؟ إطلاقا زيت الزيتون خافض للكوليسترول السيء ورافع للكوليسترول الحسن. نحن منعالج فيه الكوليسترول السيء أساسا. لذلك نحن منقول الحويصل المراري منظم لهضم عندك يا أو دخول الكوليسترول داخل الجسم، وبحيث أنه بيضبط الكوليسترول الحسن والضار. لكن الفكرة الأساسية اللي بدنا نحكي عليها برجع بقول تشخيص الطبيب، لكن الأساس أول شيء الشيء المناسب لمريض المرارة اللي لسه ما شال مرارته يوميا معلقتين زيت زيتون مع عصرة ليمونة رائحة لتذويب الحصيات المرارية. في حال لا سمح الله شال المرارة وخلص وأخذ جراحة، بده ينتبه بالبداية فقط أول شهرين لبين ما يرجع الكبد ينظم دفقات العملية دخول المادة الصفراوية على المجرى قناة الاثني عشر، لأنه هلأ راح المنظم تبعه، فبتلاقي هضم جسمه ما له متعود عليه. فأول شهرين فقط بنحميه من البيض، بنحميه من المواد الدسمة، من الهيك، مو للعمر كله، لبين ما يصير ياخذ الكبد هو وظيفة التنظيم هذا، فنحن بنصير بقى بنخليه حميته طبيعية. دكتورة، نحن دائما بكل فقرة فيها فائدة للمشاهدين بيحبوا يشاركونا طبعا ويطرحوا عليكي أسئلتهم طبعا. معنا لما من اللاذقية، يسعد صباحك لما. أهلين، صباح النور، كيف الصحة؟ تمام الحمد لله. لما الدكتورة معك، تفضلي. إذا سمحتي دكتورة، حضرتك عم يعني تحكي عن المرارة وعن الكبد وأهميتهم. هلا بالنسبة لي أنا مثلا عندي والدتي اضطرت إنه تساوي عمل تنظير للمرارة بطل. وما عاد عندها مرارة يعني هلا. طيب. بس هيك ممكن يعني نتنوه إنه كيف؟ هلا شوفي عزيزتي، قديه صار عاملة العملية؟ نعم. قديه صار لها عامله العمل الجراحي؟ قديش التنظير قديش مساويته؟ صار لها قديه الفترة؟ هلا صار لها عملته تقريبا 20 يوم. 20 يوم، هلا بهالفترة الشهرين تحمى عن المواد الدسمة الثقيلة مثل السمن، مثل الزبدة، مثل البيض، من هالأمور هي كلياتها، والبروتينات اللي فيها مواد دسمة، مثل اللحم الأحمر اللي فيه نوعا نسبة الدهون العالية. كثير مهم لها بهالفترة هي مادة اسمها الشوفان والتفاح ومادة اسمها عصير الجزر، لحتى يرجع الكبد يعيد عندك يا تدفقه حمله لعملية تنظيم تدفق العصارة الصفراوية لمنطقة الاثني عشر. فعصير الجزر لازم يكون في عندها يوميا. شيء ثاني تفاحة يوميا. النقطة الثانية نحمي من المواد الدسمة نوعا ما. هلا حنحكي شوي عن الزبيب اللي حكوا علينا هلا شوي، مادة رائعة جدا 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 للكبد ان شاء الله. بس هلا بدها تظبط لي شوية مناعة الكبد بهالفترة الشهرين حاليا، ما بدي كتير مواد دسمة كتير ثقيلة. هلا الفكرة الثانية مشروبات الساخنة كتير مهمة هلا لها اكثر من المشروبات الباردة. ان شاء الله تكون على عافية يا رب وخلي لك اياها.
أكيد نتمنى الصحة والسلامة للجميع. دكتورة، نحن كنا عم نحكي قبل شوي عن علاقة الكبد بالمرارة، خلينا نحكي كيف فينا نحافظ على صحتنا هن الاثنين، يعني على صحة المرارة وأيضا على صحة الكبد. حكينا بالبداية الوصفة المناعية لرفع مناعة الكبد ولكفاءته، البقدونس والليمون. الشيء الثاني، كوب عصير الجزر بيحتوي على سكاكر، هو بنعرف إنه هو مش هو مخزن السكر الهائل داخل الجسم، فبنلاقي إنه عصير الجزر مهم للناس اللي عندها حتى التهابات فيروس كبد، فمن النوع A B C، هذا كتير فظيع هذا عصير الجزر لرفع مناعته. النقطة الثانية كمان على شيء اسمه المحافظة على عمره ومنعه من التشمع. للناس اللي بتتعاطى كحول أو سجائر بنسب عالية جدا، بدنا ننتبه إنه عصير الجزر لازم يكون مرافق حتى يقلل هالنسبة السمية للزمرة الغولية اللي بتأثر على الكبد، ونحن بنعرف العدو اللدود هي الزمرة الغولية الموجودة متوفرة بمواد الكحول، وإن شاء الله بنسأل الله السلامة لكل مشاهدينا ويتبعدوا عن هالأمور هي. حكينا عن الزبيب. الشيء الثاني قبل ما الفكرة الأساسية اللي أنا بدي أقول عليها، تشحم الكبد. وقت بيوصل الكبد بإجهاد مراحل معينة خاصة لكبار السن، ببلش التوزم بالجسم ويصير الجسم مثل بالون المي، احتباس السوائل مرافق جدا عندي بالنسبة لنا تشحم الكبد. لذلك لازم ننتبه للمواد اللي فيها بوتاسيوم، لذلك الموز عنا يا كتير مهم للناس اللي تورمت ساقينا من وراء مشكلة الكبد. النقطة الثانية، الناس اللي عندي صار ضغط عليها على منطقة الضغط، كتير بيهمني العناصر اللي فيها أو الأغذية اللي فيها البوتاسيوم مثل الأناناس، الموز، الكيوي، رائعين هدول جدا. وفي نبات كتير بحبه للكبد هو الهندبة وإكليل الجبل، هدول مضادات أكسدة مثل المكانس، بتلم كل سموم الكبد وبتحافظ على حيويته. طيب دكتورة، يعني عطول منحكي أنه ناخذ عصائر، عصائر جزر، عصائر ليمون، حتى ذكرتي البقدونس نضربه بخلاط وناخذ، ليش ما ناخذهم بشكل صلب يعني؟ هلا الناس اللي عندها مشاكل الكبد عندك اياها، اولا شهيده قليله طبعا، ما لانه كثير بتتعلق على الموضوع. بكبايه العصير يا ولد عندك يا فقدك هيك تحط 7 جزرات 8 جزرات، ترفع سكر الجزر اكثر من اليافه. هلا نحن بالحميات بنستخدم الجزر لتنزيل الوزن، وبنستخدم بالبودي بيلدينج للناس اللي بدها تبني عضل وبدها هي، بنستخدم عصير الجزر، هذا بيزود وهذا بينقص ونفس السمرة. فلذلك وقت بدك تقيم الألياف، الألياف بتعمل تخمية، بتعمل شبع، بتعمل سريع. أكبر إنسان ما بيقدر يأكل 7 جزرات على فرد قاعدة، أما أنت بكباية عصير جزر ممكن تحط 12 جزر إذا بدك، وتاخد سكره اللي هو أنت السكر الطبيعي تبعه طبعا، اللي هو ممكن ينفض عضلك وينظف لك كبدك ويصير يعبي مخازن الكبد بالجليكوجين. شكرا لك دكتورة ثواب الغبرة، طبعا بنتمنى الصحة والسلامة لكل اللي عم يسمعونا وما يشوفوا الا كل خير. وفلزت اكبادنا يخلينا ياهم كمان. شكرا كثير لك دكتورة. اما هلا مشاهدينا، حتى نضل باجواء النشاط والحيوية والصحة الجيدة، رح